رساله حقا انا اول مقابله لنا في دور المجموعات الحمد لله حققنا المبتغى اللي هو انتصار. انا كنشكر الجماهير ديالنا على المسانده ديالهم لينا وكنتمنى منهم يزيدوا يساندونا ان شاء الله باش نبقاو ديما غادي في الانتصارات ان شاء الله. وان شاء الله كنوعدوا اننا نحققوا ان شاء الله في هذا الموسم الالقاب ان شاء الله. جد سعاده اننا حققنا واحد ثلاثه في النقاط. كما كتعرف المسابقه الافريقيه خصوصا دور المجموعات الماتشات الاولى خاصك تحقق ما امكن من النقاط. الحمد لله حققنا واحد الانتصار امام الجماهير ديالنا اللي غيخلينا نمشيو الحمد لله في واحد المسار صحيح اللي رسمناه لا بيناتنا كلعابه ولا كستاف تكنيك واداره والناس ديال بركان. الحمد لله خصنا نكملوا في هذا المسار هذا حيت كنمثلوا الساكنه ديال بركان وكنمثلوا العالم الوطني. نتمنى ان شاء الله نبقاو في هذا المستوى ان شاء الله اللي جاي يكون خير ان شاء الله.